أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم. وصف مجرم الحرب حفتر الاتفاق المنعقد في باريس بالخطوة الجريئة، مؤكدا أنه حصل على ردود إيجابية بخصوص ما وصفها بمطالب الجيش برفع حظر التسليح. هذا وكشف حفتر في تصريح صحفي لراديو مونتي كارلو الفرنسي أنه غير مهتم بمواد اتفاق إسخيرات، معتبرا أن المادة الثامنة من الاتفاق الخاصة بالمناصب السيادية لم تعد قابلة للتطبيق وأنها ولدت ميتة. كشفت صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية الأربعاء أن الحكومة الإيطالية نشر قوة بحرية تتكون من سفينة تحكم وخمس سفن حربية خفيفة تضم كل منها بين 50 و200 عسكري للقيام بدوريات في المياه الليبية. الصحيفة أضافت أن الخطوة الإيطالية جاءت إثر طلب رسمي من فايز السراج في 23 من هذا الشهر بعد مفاوضات أدارها مباشرة رئيس الوزراء باولو جنتيلوني ووزير داخليته ماركو مينيتي. القوة البحرية الإيطالية ستضم نحو 1000 رجل إضافة إلى مركز قيادة وتحكم على الأرض سينعط به توجيه العمليات البحرية في مدى المياه الإقليمية وعلى مستوى حدود المياه الاقتصادية الليبية للتصدي لقوارب المهاجرين غير الشرعيين. أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية جاهزية الاتحاد الأوروبي لتوسيع إطار عملية صوفيا البحرية للبحث والإنقاذ من أجل تمكينها من العمل داخل المياه الإقليمية الليبية. كارلوس دي غورديغيولا بحسب وكالة آكي الإيطالية أوضح أن توسيع إطار العمل إلى داخل المياه الليبية لا يمكن أن يحدث دون طلب من السلطات الليبية، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود قرار أممي بهذا الشأن، مضيفا بأنهم جاهزون في حال توفرت الشروط المناسبة. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الخميس أن بلاده ستقيم ابتداء من صيف هذا العام مراكز في ليبيا لدراسة طلبات اللجوء. وقال ماكرون على هامش زيارة لمركز إيواء لاجئين في وسط فرنسا أن الفكرة تقوم على إنشاء مراكز لدرس الطلبات، وذلك لغرض تجنيب الناس خوض غمار مخاطر كبيرة حين لا يكونون مؤهلين للجوء. مشاهدينا الكرام، انتهى الموجز، في أمان الله.